النهارده هو ذكرى ميلاد الفنانه وداد حمدي، الفنانه وداد حمدي اللي اشتهرت بادوارها خفيفه الظل وتلقائيتها على الشاشه وادوارها الكوميديه، وقدمت طوال مشوارها الفني حوالي 600 فيلم و20 مسرحيه. تعالوا نشوف تقرير عن ابرز المحطات في حياه الفنانه وداد حمدي. تحل اليوم 3 يوليو ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدي التي ولدت بمحافظة كفر الشيخ عام 1924 وقدمت الكثير من الأعمال الفنية الحاضرة في أذهان جمهورها حتى الآن. دوق بقى وقول لي إيه رأيك؟ رأيي يسلم إيدين اللي سبكتها. اشتهرت وداد حمدي بأدوار الخادمة والعانس الباحثة عن الزواج وبنت البلد بعد زينات صدقي، بل إنها أبدعت فيها وعرفت بخفة دمها وبشاشتها وتلقائيتها في الأداء. سلامتك يا سيدي، أعمل لك لبخة؟ أجيب لك شربة زيت خروع؟ سليمة يا سيدي، 40 جاتك 40 كبة لما تفرم مصاريمك. لكن حصرها المخرجون في أدوار ثانوية لم تخرج منها طوال مشوارها الفني الذي بلغ 600 فيلم و20 مسرحية. بدأت وداد حمدي مسيرتها الفنية مع المخرج فطين عبد الوهاب في فيلم الخمسة جنيه، بعد ذلك فيلم هذا جناه أبي مع هنري بركات، حيث بدأت من خلال هذا الفيلم مسيرتها الفنية الحقيقية. انت في حفرك انت يا تعبان يا ردمان، انت كيف ما يقول زي ما يعجبه. سلامة، انا على رأي المثل يا بابا علمني الصداقة التعاف الهيفة والصبر. درست وداد حمدي التمثيل لمدة سنتين في معهد التمثيل، ثم أعطاها المخرج بركات أول دور في حياتها الفنية، ومن أشهر أفلامها يا عزيزي كلنا لصوص وعلي بي مظهر وأربعين حرامي والهلفوت ورحلة داخل امرأة وشيلني وشيلك وأفواه وأرانب. عايزاك تتلمي يا بنات، عايزاك تكني، عايزاك تتجوزي. هو في حد هيرضى يتجوز بياع السجن؟ اللي بيشتروه يا أختي، اللي بيشتروه منك وبيرموه وانت عارفة كده كويس. بقى شوفي يا بنت الناس، أنا أقدر أستحمل الفقر اللي في الدنيا كله، لكن ما أقدرش أستحمل السيرة البطالة. أما في المسرح فقد قدمت وداد حمدي العديد من المسرحيات مثل 20 فرخة وديك، 10 على باب الوزير، لعبة اسمها الحب، والدنيا لما تضحك. توفيت الفنانة وداد حمدي في 26 مارس عام 1994 وتركت إرثاً فنياً وإبداعياً كبيراً. طبعا فنانة جميلة وداد حمدي، ضحكتنا وامتعتنا كتير قوي في افلامها، وعايزه اقول لك انا ما كنتش عارفه ان هي اصلا كانت عايزه تغني، ما كانتش عايزه تمثل. بعدين فشلت في موضوع الغنى يعني، فاتجهت للتمثيل وامتعتنا بافلامها واعمالها الجميله، يمكن اكتر من 600 فيلم، رقم كبير يعني. 600 فيلم يعني في الحقيقه هي كده علامه من علامات السينما المصريه. زي ما سمعت يمكن كان بيقول لك كمان ان هي درست في معهد التمثيل سنتين. اللي يتابع تاريخ المعاهد المتخصصه في التمثيل هيلاقيها كانت في اكتر من حته. لما جه الرئيس عبد الناصر جمعهم كلهم وعمل حاجه اسمها اكاديميه الفنون. حط بقى معهد الموسيقى العربيه، معهد الفنون المسرحيه، معهد السينما، وخلى الدراسه 4 سنوات وخلاها دراسه مهمه جدا. لذلك انا وانا بسمع الفيلم بفتكر البدايات اللي حصلت في السينما المصريه وازاي اثرت، وكان طبعا يعني استوديو مصر وكان الاستوديوهات القديمه هي اللي النواة الأولى لمدينة الإنتاج الإعلامي كده زي ما بيقولوا. هي اللي كان فيها الأعمال الفنية اللي أمتعتنا وقعدت سنين طويلة جدا.